وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف علي البحيري الناقد الرياضي. أستاذ علي، في البداية أرحب بك معنا في هذه النشرة الرياضية. سأبدأ معك بما يحققه صلاح من إنجازات متوالية وتحقيق لي وتحطيم للأرقام القياسية، وآخرها فوزه بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس داخل ليفربول. إذن ما المنتظر من صلاح الفترة القادمة وما الأرقام التي سيحطمها؟ في البداية برحب بحضرتك. يمكن محمد صلاح طبعا النجم العالمي وفخر العرب وفخر مصر كلها، ما عندوش طموح، يعني طموحه بلا حدود. يعني صحيح، محمد صلاح طموحه متجدد دايما. ثلاث سنين في ليفربول، مرتين هداف الدوري الانجليزي الممتاز، اقوى دوري في العالم، والموسم الثالث كان هداف الدوري وخسر اللقب مثلا فارق هدف او هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام. فاعتقد ان محمد صلاح بيكسر كل الارقام القياسيه سواء عربيا او افريقيا او حتى في الدوري الانجليزي او عالميا. فاعتقد ان هو نجم كبير يستحق كل الاشاده والتحيه والفخر مننا كلنا. يمكن فوزه بجائزه لاعب الشهر في ليفربول في شهر اغسطس بعد ما سجل هدفين وصنع هدفين وقاد فريقه لتحقيق 7 نقط حتى الان في البريمير ليج، اعتقد ان هو حاجه كبيره جدا. يمكن صلاح متعود على الجوائز دي، خلاص بقت حاجه بالنسبه له حاجه عاديه وما بقاش بيبص لها. صلاح دايما بيبص للابعد من كده، بيبص للالقاب الجماعيه مع فريقه، بيبص للانجازات الشخصيه، تكسير الارقام القياسيه زي النجوم العالميين طبعا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. يمكن صلاح دلوقتي سجل في الماتش اللي فات قدام ليدز يونايتد الهدف رقم 100 ليه في البريمير ليج، 98 هدف مع ليفربول، هدفين مع تشيلسي، انجاز كبير جدا. خامس اسرع لاعب في التاريخ يسجل ال 100 هدف في خلال 162 مباراه. طبعا بيصارع ناس كبيره جدا ونجوم عالميين كبار جدا في اللعبه زي الان شيرر وتيري هنري في البريمير ليج. وكمان قدامه فرصه المباريات الجايه والموسم ده والمواسم القادمه بيكسر ارقام كبيره جدا في الدوري الانجليزي، ما حدش قدر يكسرها قبل كده. طيب استاذ علي، دعنا هنا ننتقل لي او ننتقل للحديث عن دوري ابطال اوروبا ومباراه اليوم بين ليفربول وميلان. ما المتوقع من هذه المباراه، وهل سيستعيد ليفربول امجاده ويخطف الفوز في هذا الموسم؟ اعتقد ليفربول جاهز بشكل كبير للمباراه. يمكن البدايه كانت كويسه في البريمير ليج، وهو اكيد جاهز قدام ميلان اللي هو تطور كثيرا في المواسم السابقه. يمكن كمان ليفربول وميلان دايما مواجهات تاريخيه بالنسبه لنهائي دوري ابطال اوروبا 2005 اللي حسمه ليفربول و2007 اللي حسمه ميلان، كانت من النهايات التاريخيه اللي الجماهير بتتذكرها دايما. فاعتقد المواجهه قويه جدا ومثيره لكل الجماهير، لكن ليفربول فريق قوي وفريق مميز ويقدر يحقق نتيجه كويسه قدام ميلان. ولكن في ظل المنافسه مع باريس سان جيرمان وانضمام ميسي وايضا مع كريستيانو، كيف ستكون هذه المنافسه في دوري ابطال اوروبا؟ اكيد طبعا السنه دي الفرق كلها قويه، عندك بايرن ميونخ وعندك باريس سان جيرمان وفي ليفربول في مانشستر سيتي، في انديه كبيره جدا تقدر تنافس كمان على دوري ابطال اوروبا وريال مدريد. لكن طبعا انضمام ميسي لباريس سان جيرمان وانضمام كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد بيقوي طبعا دوري ابطال اوروبا، بيجعل المنافسه السنه دي مختلفه جدا عن المواسم السابقه. فاعتقد كل الفرق ليها حظوظ، لكن المنافسه هتبقى قويه جدا. ولكن استاذ علي، برايك من صاحب الحظ الاوفر؟ انا اعتقد باريس سان جيرمان طبعا بعد النجوم اللي ضمهم كتير السنه دي، ابرزهم طبعا ميسي وسيرجيو راموس واشرف حكيمي ودوناروما. اعتقد ان هو السنه دي من افضل الفرق اللي هتبقى موجوده جماعيا في دوري ابطال اوروبا، ومن الاوفر حظا لفريق باللقب طبعا. يعني استاذ علي البحيري الناقد الرياضي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.